احتضنت مدينة مراكش يوم السبت 20 أبريل 2024 فعالية البطولة المدرسية في الرياضات الجماعية الرجبي، الكرة الطائرة، كرة اليد وكرة السلة، واللي عرفت مشاركة جميع الفرق المأهلة على البطولات الإقليمية بالأقاليم الثمانية. هذه البطولة تميزت بتنظيمها هذه السنة على مستوى المؤسسات التعليمية. علاش؟ باش رجعوا هذيك الحياة وهذيك الدينامية اللي كانت كتعرفها المؤسسات التعليمية على مستوى الرياضة ديال الرياضة للعموم، باش رجعوا للمؤسسات الهيبة والنشاط ديالها اللي كنا كنعرفوه فيما سابق. وتجدر الإشارة أن هذه البطولة هذه مؤهلة للبطولات الوطنية المدرسية اللي غادي تنظم بداية شهر مايو المقبل إن شاء الله. السلام عليكم، سميتي بدر الدين العزماوي من مدرسة أحمد المنصور الذهبي، وإن شاء الله نديو البطولة الوطنية. الرحمن الرحيم، عثمان الرباح، فريق عميد نخيل البشرى. اليوم توجنا بالبطولة الإقليمية وتأهلنا للبطولة الوطنية المنظمة بمدينة ماس، مدينة فاس. حنا كنمثلوا مديرية إقليمية قلعة السراغنة، وإن شاء الله أنا وأصدقاء ديالي في الفريق كنطمحوا إن شاء الله نفوزوا بهذه البطولة الوطنية إن شاء الله.